السلام عليكم خواتي خواتاتي، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة، غير مزيان ان شاء الله. ايه كاين؟ المهم اخواتي كيف ما كتشوفوا اليوم داير مفاجاه للكلاب ديالي، جبت لهم الوحش، جبت لهم اللهم بارك. ديك الوحش هذاك شي حاجه عيطتني، شي حاجه كثر ملي كنت كنتصورها، كثر ملي جبتو ودخلت السوق في بلاصه جديده وشاف ديك الحيوانات وهو يهيج، جامع يشوف بارك ديك السخط هذاك. المهم ملي جبتو عندي في الجرده لتحت، باقي ما طلعتولهمش كاع يشوفوهم. إنزو، إيه، بارشي، إنزو، إنزو أهو، من جبتو درتو هنايا، باقي ما طلعتوش، ما بغيتش نطلعو حتى نوريكم ردة الفعل كيفاش غادي تكون مع الكلاب، مع الموتشو، بوسما بالله، مهم إلى آخره. إيه، إيه، إنزو، إيه، إنزو، أش. عارفني راني علي طاور هاد الكلب هذا. هي انزو، واو 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 تبارك انزو بون شيان. هي انزو، هاي 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 هاي، شوفوا 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 الحيحة، شوف شو قطيعو ياك، قطيعو ياك، واخا واخا دراري دراري الحومة يوسف، شويها مزيان يوصلو السيكتور وما يحيحو. شافو الزروة انزو، مهم نشوفو شكون ياك. وصاي دابا نجي موراها بيبا بلا هي وصغارها. مالك 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 ما ولفوش الربيطه. دابا ملي جبت انزو طلعتهم عملتهم هنا في البراكه، ما قدرتش ما زعمتش نخليهم تما، الكلب قبيح بزاف. المهم درتهم هنا، عندنا هادي بصمة. شنو غادي دير مع انزو دابا نتايا؟ المسخوطة المسخوطة المسخوط اللي يدير لي المشاكل مع انزو. واو واو على عفريت. ها موتشو شنو دابا، شنو نديرو مع هاد الوحش هذا؟ المهم اخوتي خليكم معنا، انا غادي نمشي نجيبو، انا غادي نمشي نجيبو. هيا كبيده هنايا ونشوفو شنو هي ردة الفعل. لا لا. ها سا لمن باقي كوكي، باقي كوكي تينا بيدي تسالالي هاك. المهم اخوتي انا غادي نهبط نطلع انزو نشوفو ردة الفعل كيفاش غادي تكون مع الكلاب. Yeah.
الوحش الجاري. اللهم بارك. ايه انزو تحاول لعب معه ماشي ديك قباحة لديك الدرجة اللي قال المولى انه يحزن جرى وبتاع وما يخد عندك الطمير وما يتجرى وهذي المهم انا كنت متصور وراه غادي يدير شي ردة فعل ديالو تكون قبيحة البارح ما عرفتش علاش دار هكاك في السوق في البلاصة ما عرفتش علاش دار هكاك وقيلا حيت الباب كانت واحد الهاسكية قبيحة وتعكرت عليه ديك الشيء علاش تعصب وما كنت خايف من هاد الطلعة هادي اللي نقول ولكن الكلب كوميم ماشي ديك القباحة ديك واش كنتصور
تر عاد ملي كي وتشوف تكايمن شتوه هادي التهرنينه ديالو صافي نطلق جبت لك الزمات صافي جا الزمات ديالك ايوا صافي ريح الله شوف الغوت شو كيبان قد القملة حدا كيبان قد راسو موت شو كان قد الراس ديالو ايه انزو صافي ها المهم اخوتي بغيتكم كاملين تقولوا لي الراي ديالكم على الكليب كليبه ديالنا اللهم بارك ها هي انا مع الوليدات ديالها واحد في لي كومونتير قال لي راه البرد عليها في السطاح وهادي راه ما كاينش البرد هنايا راه هذيك البراكه الداخل راه مزموته سخونه ملي كتكون الشتا راني كندير لها هنايا من الفوق اصلا عندها الزنك هي ما تخافش وعادي ماهم راه كتكون مسخنه انا داير احتياط هادشي راه ما يمكنش نخليهم كيبردوا المهم اخوتي نخليكم على خير وبخير في الفيديو نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم الوحش الجديد ديالي